فلما حنكش خطيبك يقولك هو اتعلق بيكي عشان عايز حاجة واحدة بس. انا ما عنديش مشكلة ولا اعتراض والله العظيم على المحتوى، انا عندي تعقيب واحد بس، هو حضرتك لابسة ايه لمؤاخذة؟ هي دي ينفع نطلع بيها كده عادي قدام الناس؟ يتدلع مش عشان بيحب. هو لازم يتدلع طبيعي، كل بني ادم بيحب يتدلع وانا بحب اتدلع وانت لمؤاخذة بتحبي تتدلعي، بس انا سؤالي حضرتك لابسه كده ليه بس؟ هو ده ايه؟ ده ترند يعني؟ وشايف ان دي علاقه سهله وجميله؟ حضرتك انت اللي واخده الموضوع سهل وجميل، انت طلعتي اي حاجه من الدولاب ولبستيها كده وخلاص، دخلتنا معاكي لمؤاخذه اوضه النوم، حتى الديكوريشن اللي وراكي ايه؟ في ايه؟ احنا مش قريبين قوي من بعض كده؟ انطلاق بدون طلاق، احنا اللي هنتطلق بسببكم. هربان من الجد والمسؤوليه، عشان كده حضرتك طالعه تهزري. هو ده الجد والمسؤوليه اللي حضرتك بتتكلمي عنه؟ سيبك بس، انا اعرف احل مشاكلي مع جوزي، احنا بندب في بعض وبعد كده بنصالح عادي. انا اللي عايز اعرف طبيعه البرنامج ده بيتكلم عن ايه، وازاي يطلع بالشكل ده، وازاي الناس متقبله ده. كلميه على طبيعه علاقتكم وقولي له شايفنا فين بعد 5 سنين. في سجن القناطر، في سجن القناطر لا مؤاخذه. ساعتها بقى هيقلب بوز ويقول لك انت مقرفه ونكديه وبقيتي بتدي النفس زي مراتي. لا انا عمري ما كنت نكديه ولا عمري كنت اسد النفس لا مؤاخذه. اتكلمي عن نفسك، ما اتجمعناش معاكي في جمله مفيده. ونيني نيني ونيني نو، احنا كده هنحل مشاكلنا بنيني نيني ونيني نيني لا مؤاخذه؟ هو اي حد حافظ له كلمتين يطلع يهبدهم في المشاكل الزوجيه؟ خلاص بقينا مرمى لاي حد عايز يتعلم فينا المشاكل الزوجيه. بجحتك يا بجحتك يا بجحتك. الله العظيم انا مش عايزه اقول بس عشان ما يترفعش عليا قضيه، انا مش عارفه بصراحه مين اللي بيجح بصراحه.